المحترم الدكتور رفيق الأيوبي المحترم، حضرة الدكتور، الزملاء الطلاب، تحية طيبة. وبعد، ماذا تقول لنفسك عندما تحدثها؟ هل تؤمن بها وبقدراتها؟ أم أنك تحط من شأنها ومهاراتها؟ ماذا تقول لنفسك عندما تحدثها؟ كتاب الدكتور الباهجة كغيره من كتبه في مجال التنمية البشرية. فمن هو ذاك المدرب العربي الذي وصل صيته إلى ما بعد المحيطات؟ الباهجة هو مدرب في مجال التنمية البشرية والتنمية الشخصية الذاتية، وهو مدرب لصناع الحياة من أمهات وآباء وصيادلة وأطباء، لطلاب قطاعات ومدرسين، لموظفين ورجال أعمال ومؤسسات قام بتدريبها. هو مدرب دولي محترف، معتمد من وزارة الخارجية المصرية، معتمد من وزارة الخارجية المصرية ومركز التنمية البشرية البريطاني سوبر ترينر، ومركز توني ليزان الكندي، ومركز بولي تشيلي الأمريكي. هو مدرب محترف لاستراتيجيات الإدارة الحديثة للذاكرة وتنمية الذكاءات السبعة لقوة الثقة بالنفس. هو القائل بأن شعورك بقيمتك الذاتية هي التي تحدد مدى نجاحك في الحياة. دكتور الباهجة درس الصيدلة ككثيرين، لكنه اليوم نجم الشاشة الصغيرة وله عدة برامج تلفزيونية. أما الآن فسيكون نجم مسرحنا في البرلمان، فليتفضل. كم واحد عمل لنفسه اختبار IQ؟
اشتريت لعبة نفذت عليها الاي كيو. اوكي، اي حد هيرفع ايديه معايا في الاجوبة يحط نفسه درجة. اتفقنا؟ بحيث نشوف في الاخر احنا معانا المارك قد ايه، عشان في عندنا شخص واحد هياخد جائزة. قول اتفقنا. فباختبار الاي كيو بدأوا بذكاء واحد، ثم سنة 97 هذا الذكاء كان بيسموه ايموشنال انتليجنس او الذكاء الوجداني. بدأ فيه دكتور دانيال جولمان، قال هناك أربع محاور لتكوين الشخصية: understand yourself, deal with yourself, understand others, deal with others. أن تفهم نفسك، تتعامل مع نفسك، تفهم الآخرين، تتعامل مع الآخرين. ثم سنة 97 جاء دكتور هوارد جاردنر وحصل على جائزة نوبل في الـ MQ الذكاءات المتعددة، وأثبت أن هناك سبع ذكاءات لابد تنميتها لدى كل مين؟ كل البشر. الآن التقرير قبل الأخير وصلنا لـ 220 ذكاء قابلين كلهم للتنمية. أين أنت من هؤلاء؟ لذا كنت بتحدث مع الدكتور توني قبل ما ندخل مباشرة، فبنتكلم الانترفيو. أنت رايح تشتغل في بيزنس في أي شركة. رقم 12 عندي صار السي في. السي في بتاعك ده رقم 12. رقم 1 كوميونيكيشن الاتصال. رقم 2 كريتيك ثينكينج التفكير الاستراتيجي. أنت بتتعامل مع الناس إزاي؟ أنت بتفكر إزاي؟ وبالتالي المعياريه هنا مش بدرجه البكالوريوس اللي انت حصلت عليها. المعياريه هي ايه؟ الحقبه بتاعت السكيلز اللي عندك اللي بناء عليها هيتم تاهيلك لهذا المنصب الحرج اللي انت تدخل فيه. لما نيجي ندخل في مود العمليه التدريبيه، عندنا مجموعه اساليب هنتابعها مع حضراتكم. هتلاقوا في تذكر تجارب، يعني هطلب من حضراتكم تسقطوا القاعدة العلمية على مين؟ على حياتكم الخاصة، واللي يسقط يرفع ايديه، أي حد هيرفع ايديه